نظم المرصد المغربي للبحث والتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية وبشراكة مع المديرية الإقليمية لطاطا يوم الجمعة 11 يناير 2019 بالمركب السوسيوثقافي بأقة دورة تكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم حول موضوع الاستخدام البيداغوجي للتكنولوجيا الرقمية تطبيقات الهاتف الذكي في التربية على المواطنة. حضر افتتاح هذه الدورة السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم طاطا الذي قدم كلمة رحب فيها بالحضور وثمن فيها هذه المبادرة ذات الأهمية الكبيرة في تجويد الحياة المدرسية. تلا ذلك كلمة للسيد المدير الإقليمي الدكتور عبد الرحمن الرجي، بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد رئيس المجلس الإقليمي لطاطا، كما قدم كل من رئيسي جماعتي أقا والسيد عبد الله بن بارك كلمة موجزة رحب وشكر فيها الحضور وأبرز أهمية مثل هذه الدورات، ليلقي بعد ذلك المفتش التربوي خالد شوكر ممثل المرصد المغربي كلمته. بمناسبة 11 يناير قمنا بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الأساتذة في موضوع التطبيقات الجوالة والتربية على المواطنة، واستهدفت هذه الدورة التكوينية تحسيس الأساتذة بالمبادئ الأولية لاستعمال التطبيقات الجوالة لموبيل في مجال التعليم، ثانيا كيفية تصميم موارد رقمية على الهواتف النقالة الذكية بنظام الأندرويد، ثالثا كيفية تصميم الفيديوهات والصور لأغراض تعليمية. حضر هذه الدورة ما يتجاوز 120 مشاركا، وقد افتتحها السيد عامر صاحب الجلالة بالمنطقة. وكما كان مقررا في برنامج الدورة التكوينية، افتتح مهندس الدولة في الإعلاميات إسماعيل أنكري الجلسة العلمية الأولى حول التطبيقات السحابية في خدمة التربية. ليتم بعد ذلك المرور للجلسة العلمية الثانية حول موضوع الهاتف الذكي والاستعمالات التربوية التي قدمت من طرف الدكتور محمد أبو تجدين. بمناسبة ذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نظمت المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية بمديرية طاطا الدورة التكوينية الثانية بعد الدورة التكوينية الأولى بواحد جانبر 2018 بسفن. اليوم من مركب الثقافي بأقا اقتضانا نشاطا تكوينيا في مجال التطبيقات البيداغوجية واستعمال الهواتف النقالة في العملية التعليمية التعلمية. النشاط عرف مرحلتين، المرحلة الأولى تقديم عرضين في الفترة الصباحية، وورشة إعداد تطبيق على الهاتف من تنشيط الأستاذ رضوان سكاف، ورشة إعداد وتصميم مورد رقمي تعليمي من تنشيط الأستاذ همام السلاوي، حضرنا لهذه الدورة بطاطا المدينة الحبيبة العزيزة من أجل تقاسم مع إخواننا يعني كيفية إنتاج الموارد الرقمية من الفكرة إلى التطبيق، وبرفقة الأخ همام السلاوي. إذن من خلال هذه الدورة يعني قدمنا للأساتذة يعني كيفية يعني من البداية يعني من الفكرة ثم ستوري بورد ثم 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 البرامج والأدوات التي يمكن أن تساعد إلى كيفية إنتاج مورد رقمي يعني في شكل أبليكا يمكن استخدامه في الهواتف النقالة.
وكذا ورشة إعداد كبسولات فيديو من تنشيط الأستاذين حميد المودن وحميد خوجان. إذن الورشة الثالثة اللي قدمنا للسادة الأساتذة والحضور اللي كان حاضر هذا اليوم ديال التكنولوجيا الرقمية في التعلمات كانت خاصة بالتصوير، اللي من خلالها تم التعرف على مختلف وضعيات التصوير، واللي هي كانت توطئة للورشة الرابعة والأخيرة في هذا اليوم هذا اللي همت المونتاج. وهذا الشيء كيجي في إطار النسق اللي تم الاشتغال عليه وإدماج تكنولوجيا المعلومات بالتعلمات، وكذلك استعدادا لمجموعة الاستحقاقات القادمة اللي كتهم المشاركة في الفيلم التربوي سواء بمدينة فاس أو بمدينة فشاون أو كذلك بمدينة سطات. تسجلت تسمو التقانت في التكنولوجيا البيداغوجية لاستخدام البيداغوجيا للتكنولوجيا الرقمية، قسط تطبيقات الهاتف الذكي في التربية على المواطنة. يقين وسبه ريستا وهمان حاضر نقسم منه وميد نستا وهمانين زريم سف قسنا نسمو التقى نستفد قيس باهرة لان ميد نشكا نذكرة قد تسقى باش أدي نستفدن أرنستوتور واللي كل دينا حاضر الناس استفدنا غير تسوتلت ندورتا إن شاء الله تيكريتي أضنينا تيليا تسوتلت باهرة يوفو نختاد نغيلات تنميرتنا.